السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في أخبار السادسة، نبدأها بأبرز العناوين. سمو محافظ الجنوبي يؤكد بأن عمليات التطهير والمحاضرات رسخت الأمن المجتمعي. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقرر فتح المساجد وعودة العبادات الجماعية بالتدريج. وهيئة تنظيم سوق العمل تضبط 29 مؤسسة تمارس دور وكالة التوريد دون ترخيص. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أكد محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة أن عمليات التطهير وتقديم المحاضرات التثقيفية والتوعوية للأهالي بالمحافظة أسهمت في ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز الشراكة المجتمعية. جاء ذلك أثناء استقباله عددا من ضباط مركز الدفاع المدني بالرفاع، حيث أعرب عن شكره وتقديره للدور الفاعل لكافة منتسبي مركز الدفاع المدني بالرفاع خاصة وللإدارة العامة للدفاع المدني عامة. ونوه سموه بالتعاون والتنسيق بين المحافظة الجنوبية والمركز في مجال تبني المبادرات والبرامج الأمنية والاجتماعية الهادفة، مشيدا سموه بجهود رجال الدفاع المدني في عمليات إطفاء الحريق والإغاثة وتقديم المساعدة للأهالي بالمحافظة. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اجتماع عمل مشترك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث بحث الاجتماع عن آخر التطورات والإحصائيات حول فيروس كورونا محليا ودوليا، وناقش بشكل موسع تصورات المختصين ومرئياتهم وتوصياتهم العامة. واستنادا إلى ما عرض في الاجتماع وإلى توصيات ومرئيات الجهات الطبية المختصة، وبناء على مصادر من هذا المجلس من آراء شرعية بشأن حكم العبادات في زمن انتشار وباء كورونا كوفيد-19، فإن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يرى فتح المساجد وعودة العبادات الجماعية والتجمعات الدينية بالتدريج مع الأخذ بالأسباب وجميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة والعمل بتوصيات الجهات الطبية المختصة. قامت وزارة التربية والتعليم بوضع تدابير ضرورية للعودة المدرسية الآمنة للعام الدراسي المقبل 2020-2021 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19 بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة. وأكدت الوزارة استعدادها للعودة المدرسية الآمنة بالتنسيق والتعاون مع الفريق الوطني المكلف بمتابعة إعادة افتتاح المؤسسات التعليمية من كافة الجهات ذات العلاقة، حيث نوهت بأنها نشرت استمارة إلكترونية لأولياء الأمور ليحددوا من خلالها الخيار المناسب لتعليم أبنائهم، والتي شارك فيها حوالي 112 ألف ولي أمر. هذا ونوهت الوزارة بأن دوام الكوادر المدرسية سيتم بالتناوب وبحسب حاجة كل مدرسة لتيسير اليوم الدراسي، مع السماح لرياض الأطفال بالعودة الفعلية وترك الخيار لأولياء الأمور بالتنسيق مع إدارة رياض الأطفال حول طريقة التعلم الأنسب. ضبطت هيئة تنظيم سوق العمل 29 مؤسسة مخالفة تمارس نشاط وكالات توريد العمالة المنزلية بنظام الساعة دون ترخيص رسمي، وذلك في حملة مشتركة مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية. وأكدت الهيئة أن الحملة الأخيرة أسفرت عن ضبط 53 عاملة منزلية مخالفة توردها هذه المؤسسات للجمهور، من بينهن 4 عاملات عليهن تعميم بإلقاء القبض من قبل المديريات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المؤسسات والعمالة المخالفة وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، بينما وصل إجمالي عدد المؤسسات المخالفة التي تم ضبطها في الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغ 58 مؤسسة، فيما بلغ عدد العمالة المخالفة الإجمالي التي ضبطت نحو 131 عاملة.
وللحديث حول تفاصيل هذا الخبر ينضم معنا عبر الهاتف السيد أحمد الجنيد مدير إدارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل. مساء الخير أستاذ أحمد، بداية كيف تعاملت إدارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل مع هذه المؤسسات التي تمارس نشاط وكالات توريد خدم المنازل بالساعة دون أي ترخيص؟ في البداية حبيت أن أبين أن هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون مع وزارة الداخلية قامت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بضبط عدد 58 مؤسسة مثل ما ذكرتي في بداية الخبر، وهي تمارس نشاط وكالات توريد أيدي عاملة من دون ترخيص. نعم. وكان عدد العمالة المخالفة الإجمالي اللي تم ضبطها 131 عاملة. أما بخصوص تعامل الإدارة مع المؤسسات المخالفة فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتسجيل جميع المحاضر من قبل مأموري الضبط القضائي بالإدارة، وذلك تمهيدا لحالة هذه مذكرات تحريك الدعوى الجنائية بحقها للنيابة العامة. نعم. طيب أستاذ أحمد، ما هو دور هيئة تنظيم سوق العمل في متابعة وكالات التوريد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات؟ حبيت أبين أن إدارة التفتيش الوقائي ومن خلال فريق الرصد والمتابعة تقوم بالتدقيق على أي مؤسسة تبين لنا أنها تمارس هذا النوع من الأنشطة، وذلك من دون ترخيص صادر لها من الهيئة. وتجري الإشارة أن تم رفع عدد الحملات التفتيشية خلال الفترة الأخيرة على هذه المؤسسات. نعم. حيث أن تنقل هذه العمالة المنزلية المخالفة من بيت إلى آخر في نفس اليوم وعدم تطبيق الفحص الدوري عليها يشكل خطر كبير على أفراد الأسرة، وذلك من خلال إمكانية انتقال الأمراض بشكل عام أو فيروس كورونا على وجه الخصوص في هذا الوقت وفي ظل انتشاره في البحرين لا سمح الله. وعليه يجب أن لا نغفل عن دور الأخوة المواطنين والمقيمين في المملكة ضرورة التعاون مع الهيئة، وذلك من خلال عدم التعامل مع المكاتب المخالفة. طيب أستاذ أحمد، بنظرك كيف يمكن للجمهور الاطلاع على مكاتب التوريد الرسمية لتفادي الوقوع بمثل هذه المخالفات؟ حقيقة هناك قائمة يتم تحديثها أسبوعيا على موقع هيئة تنظيم سوق العمل الرسمي اللي هو lmra.ph، واللي من خلالها يتم عرض مكاتب التوظيف المرخص لها باستقدام العمالة المنزلية من الخارج، وأيضا قائمة مكاتب توريد الأيدي العاملة المرخصة لمزاولة نشاط توفير العمالة المنزلية بنظام الساعات، حيث أن هذه المكاتب يتم التفتيش عليها بشكل دوري من قبل الإدارة عشان تحقق من مدى التزامها بشروط الترخيص الممنوح لها، حيث أن التعامل مع المكاتب المرخصة يحفظ حقوق جميع الأطراف. نعم، كل التقدير لكم السيد أحمد الجنيد مدير إدارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا لك. السلسة مستمرة وفيها بعد قليل. هيئة التشريع والرأي القانوني تسلط الضوء على قانون العقوبة والتدابير البديلة بحضور خليجي واسع. أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الأثنين المقبل ينتهي سريان لتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، والتي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا. وخلال الفترة الماضية تمت إحالة 27 منشأة للقضاء خالفت قرار حظر العمل وقت الظهيرة حتى بداية أغسطس، فيما نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حوالي 6300 زيارة تفتيشية منذ بدء القرار، حيث بلغ عدد العمال المخالفين 37 عاملا سوف يتم إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويشار إلى أن تطبيق قرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل قد سار بالفترة ما بين الأول من شهر يوليو إلى نهاية أغسطس. نظم مركز الاتصال الوطني ندوة بعنوان الإعلام وإدارة المخاطر عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي قدمتها الإعلامية الدكتورة للوى بودلامة.
وناقشت بدلاء ما في عرضها المرئي دور إدارات الاتصال في إدارة المخاطر، والتي تقوم على قياس وتقييم المخاطر لتطوير الاستراتيجيات الخاصة بإدارتها. هذا وأكدت بدلاء على أهمية وعي إدارات الاتصال بالمخاطر والأزمات، مشددة على ضرورة تحديدها وتقييمها ثم وضع خطط لإدارتها وقياس الأداء لتطويره في المستقبل. ونوهت بأهمية رسم السيناريو الإعلامي لجميع المخاطر المتوقعة. وقد تفاعل الحضور من أعضاء شبكة الاتصال الحكومي مع محاور الندوة، حيث تم فتح باب النقاش والتواصل مع المحاضرة، مشيرين في ختام الندوة بجهود مركز الاتصال الوطني في تنظيمه للندوات المساهمة في تطوير العمل الإعلامي الحكومي والارتقاء به. عقدت هيئة التشريع والرأي القانوني مؤخرا محاضرة إلكترونية ضمن برنامج إضاءات قانونية بعنوان العقوبة البديلة، الردع والإصلاح بعيدا عن سلب الحرية، حيث تم من خلالها تسليط الضوء بشكل متكامل على قانون العقوبات والتدابير البديلة، وذلك بمشاركة خليجية واسعة من قبل قضاة ومستشارين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على دعوة موجهة من الهيئة. وبهذا الصدد صرحت مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث المستشارة الشيخة مريم بنت عبد الوهاب الخليفة أن قانون العقوبات والتدابير البديلة هو انعكاس لجوهر الدولة القانونية التي تنتهجها مملكة البحرين والفكر الإنساني والحضري لعهد البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه. وأشاد المستشار مصعب بصبيع من خلال المحاضرة التي قدمها بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تحديث المنظومة التشريعية تمشيا مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بحقوق الإنسان. وإلى حالة الطقس محافظات مملكة البحرين. ونتابع في السادسة غدا. مكتبة الأطفال بمركز عيسى الثقافي تقدم برنامج الجاذبية الشخصية عن بعد. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.